مساء بتوقيت غرينتش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من قضايا وآراء. مع اقتراب انتخابات الرئاسة في الجزائر والمقرر انعقادها في 9 أبريل القادم، يشتد فوق الساحة الجزائرية جدل ونقاش ساخن حول هذه الانتخابات، من حيث أداء السلطة بزعامة الرئيس المرشح لولاية ثالثة بوتفليقة وأداء المرشحين 5 الآخرين، وسط مخاوف لدى الحكومة بأن يعاقب الشعب الجزائري مرشحيه بعدم التصويت أصلا والقعود في البيت كما فعلها في مرات سابقة، احتجاجا على أوضاع يقول عنها المعارضون إنها دون طموحاتهم بكثير، وتقول عنها الحكومة والرئيس بوتفليقة إنها قد أنجزت الكثير سياسيا واقتصاديا وتنمويا، وأنه أي الرئيس بحاجة للحصول إلى ولاية أو على ولاية ثالثة ليكمل ما بدأه قبل 10 سنوات. غيرنا الأهم هو سؤال المواطن حول الجدوى من المشاركة أو المقاطعة، وهل من مفاجآت جديدة تحملها هذه الانتخابات، وما مستقبل الحريات والصحافة والتشريعات وحقوق الإنسان والوضع الاقتصادي ومؤسسات المجتمع المدني وملف العنف والإرهاب بعد هذه الانتخابات. أسئلة ومحاور نناقشها هنا مع ضيوفنا في الاستوديو، كل من محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق وأيضا المؤسس في حركة رشاد، وكذلك الدكتور عبد اللطيف بالطيب ممثل حركة مجتمع السلمي حمص هنا في بريطانيا، كذلك ينضم إلينا عدد من الضيوف عبر الهاتف. لو بدأت معك دكتور عبد اللطيف بالطيب، يعني انتخابات يتهيأ لها الكل في الجزائر، هل تعتقد بأنه ثمة ما يميز هذه الانتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أحييك وأشكر قناة الحوار على هذه اللفتة ولو جاءت متأخرة قليلا، من حيث عرض الرأي والرأي الآخر فيما يخص الشأن الجزائري. جاءت قبل الانتخابات بمدة، لا أعتقد أن ثمة قناة تناقش هذا الموضوع الآن غير قناة الحوار يعني. نعم، فأشكركم على كل حال، وهذه بداية في الطريق الصحيح. ثانيا، أنا لست هنا، لم أحضر بصفتي ممثلا لحركة مجتمع السلم، وإنما بصفتي كأكاديمي مواطن جزائري يعني يخوض في الشؤون الجزائرية الآخرة، ومقتنع ببعض الأشياء التي تتقاطع مع الكثير من الذين يمثلون الشأن السياسي في الجزائر، منها حركة مجتمع السلم أو غيره. طبعا هذه الانتخابات الرئاسية، حركتكم اتخذت قرار بالمشاركة، وليس فقط مشاركة بل هي تقوم على حملة لتشجيع الناس بالمشاركة. صحيح، وأنا يعني معها في ذلك على كل حال يعني، لكن أنا تؤيدها أنت في ذلك؟ طبعا يعني بكل تأكيد، أنا أحضر من هذا الباب، من باب أدعم قضية المشاركة السياسية في 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 كل مناسبة. وتدعم بوتفليقة طبعا بالمحصلة. سأتناول هذا الموضوع، فأنا أعتقد أن، وقد قلت هذا الكلام في أماكن سابقة، أن السيد عبد العزيز بوتفليقة هو الأنسب لحكم الجزائر، لما له على المستوى الشخصي من تاريخ حافل بالإنجازات، ولما له أيضا على المستوى الشخصي أنظر، وقربه أو بعده أيضا من مشروعنا كمشروع وطني إسلامي، بخلاف ممكن غيره من الذين ترشحوا في 99 أو في 2004 أو في هذا. والنقطة الأخرى أيضا قضية بعض الإنجازات التي طبعا يتجادل حولها الكثيرون، لكن فيها شيء من الصحة ولو حتى 10% يعني. والنقطة الثالثة هي قضية برنامج الذي يميز هذه الانتخابات الرئاسية. يبدو لي أنه برنامج انتخابي يدعم دعم الثوابت، نقدر نمحوره على 3 يعني، حركة حمص مثلا
عملته في ثلاث محاور اللي هو المصالحة الوطنية، الثوابت والشباب. وأيضا المرشح السيد عبد العزيز بوتفليقة أيضا رفع شعار أنا أيضا أتجاوب معه، هو نحو جزائر آمنة قوية. فالأمن والقوة على كل مستويات هو مطلب كل جزائري. طبعا يبقى الجزائريون في الداخل والخارج يعني يتجادلون حول هذه الأشياء، وهذا حقهم، وهذا هو لابد أن يكون هناك طيف في المجتمع الجزائري يقبل ويرفض. يعني ما فيش يعني لن أدخل معك في نقاش حول نقاط كثيرة ذكرتها، قد نأتي إليها لاحقا، لكن على افتراض سنسلم بأنه رئيس بوتفليقة يعني أنجز مصالحة وحافظ على الثوابت وكذلك خدم الشباب ويعمل من أجل جزائر قوية وآمنة كما رفع شعار، هل خلت الجزائر طوال هذه الفترة من أي مرشحين آخرين؟ يعني طوال الانتخابات الماضية كنا نسمع برئيس بوتفليقة أو الأمين زروال أو غيره، كان هناك دائما مرشحون أقوياء بنفس الحجم أو أقل منه بقليل. لماذا دكتور عبد اللطيف هذه المرة البعض وصفه، وقد كان هناك أيضا تشديد على أن لا يستعمل هذا الوصف من قبل الحكومة، بصفه بأنه سباق الأرانب، يعني على اعتبار أنه الآخرين يعني تكون حظوظهم صفر، وبصراحة هو مهرجان احتفالي لبوتفليقة ليس أكثر، هكذا وصفه البعض. يعني أنا أحترم وجهة نظر الأخرى، دائما نحن كإسلاميين كوطنيين كديمقراطيين نسعى إلى أن نتقبل الرأي والرأي الآخر، يعني هذا الأصل يكون موجود. حتى الذين يعني بين قوسين قبل أن أجيب على سؤالك، حتى الذين يدعون للمقاطعة أنا في الحقيقة أجد حق من حق أي جزائري من الناحية النظرية أنه يقاطع أو يشارك أو يروح ينتخب بورقة بيضاء، وهذه قالها حتى السيد عبد بوتفليقة في الخطاب، قال تعالوا شاركوا لكن ولو بورقة بيضاء. لكن أعتقد أن الوضع الحالي للجزائر، يعني الهم بالنسبة لأبو بوتفليقة الآن هو المشاركة، يبدو أنه التحدي كبير، يعني يبدو أنه تحدي عدم المشاركة أيضا ليس كبير. أجبني على مسألة غياب مرشحين أقوياء، لماذا اختفوا؟ أين هم؟ أنا أي تحسين، أحمد، سعيد سعدي، عثمان، يعني كثير مرشحين سواء كانوا مستقلين أو شخصيات أقوياء أو جدد، تقصد أقوياء أو جدد اختفت كل الشخصيات القوية في الجزائر، لم يبقى إلا رئيس بوتفليقة على اعتبار إذا قلنا بأنه خلينا نكون واقعيين، رئيس بوتفليقة هو نفس الجيل تأيت أحمد حمروش أيضا إنسان قديم موجود في الساحة، يعني لماذا نحاول نعيد تسويق نفس الوجوه ولا نرضى ببوتفليقة؟ لماذا نعيد تسويق أي أحمد، نعيد تسويق زروال، نعيد تسويق مثلا البنبلة، نعيد تسويق مثلا الشادلي إلى آخره، وقد طرح الأمين زروال. أنا الطرح اللي ممكن توافق معك فيه هو أنه هل عقمت الجزائر من أن تلد مرشحين جدد شباب مثلنا احنا في ولدنا في الاستقلال؟ هذا سؤال وجيه ويطرح يعني، لكن أنا أجيب القضية بالنسبة للوضع الجزائري في رأيي الخاص أنها لا تتعلق بقضية من هو الأجدر للرئاسة، من هو الأجدر لتسيير الجزائر في هذه المرحلة بتوازناتها المختلفة. فالوضع الجزائري لعله الإنسان من الخارج لا يدرك يعني تعقيداته، لكن الإنسان الذي يعيش الشأن الجزائري يعرف أن لابد لهذه المرحلة من رجل يعرف كل التوازنات، يعرف كيف يتعامل يعني مع الإسلاميين، مع الديمقراطيين، مع العلمانيين إلى آخره. طيب. أنا سأتي لمسألة الإسلامية، لأنه بوتفليقة شن هجوما قويا عليكم وعلى الإسلام السياسي، لكن دعها إلى وقت آخر حتى أعطي فرصة. سأجيب عليها. طيب سجلها عندك حتى لا أنساها، لأنها نقطة مهمة. محمد العربي زيتوت، هل من جديد في الجزائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم هناك جديد، الرداءة تتكرر، نستمر في حكم الفساد، نستمر في حكم مجموعة استولت على السلطة استيلاء، استولت على الثروة، استولت على السلطة، استولت على الإرادة الشعبية كاملة. جاءت بانتخاب. لا قضية الانتخاب لو وضعناها بسرعة، بوتفليقة يعني ولاية ثالثة الآن، لم يستولي أولا الولاية الأولى مشكوك في شرعيتها وهي غير مشروعة تماما، لأنه باختصار بسيط ولا أريد أن أطيل في هذا الموضوع، سنة 99 كما يعلم الجميع جاء به الجنرالات وعينوه على رأس السلطة، وكان هناك 6 مرشحين من الوزن الثقيل كما سميتهم أنت، وانسحبوا وقالوا هذه انتخابات محسومة سلفا، لن نشارك في مهزلة وفي كرنفال وفي تهريج. وبالتالي وعلى فكرة دستور
الذي تم تعديله مؤخرا ينص على المرشحين في الدور الأول، بينما بوتفليقة كان مرشح واحد في الدور الأول سنة 99، وهذا من ناحية القانونية يعطي عدم شرعية كاملة. طيب. لكن لا أريد أن أدخل فيها. هذا الأمر ليس فقط أنه لمدة 10 سنوات سنة 2004 نفس الشيء، لكن مع ذلك لما انتهت العهدتين جاء